صباح الخير مرة تانية. ودي حلقة السمان الصيني يا جماعة. السمان الصيني من ال كويس جدا بالنسبة للعصافير هنا، يعني أكتر هو بيربوه لأنه بياكل بواقي أكل العصافير اللي في الأرض، القشر والحاجات دي. ده غير إن منظره جميل جدا، في منه ألوان كتير بس أنا بعشق الألوان اللي هي القليلة بمعنى أصح في السوق، زي اللون السيلفر واللون الأبيض. دي بيجي منها كمان ألوان أبيض في أسود وبني، دي حجمها صغير جدا، المفروض إن هما 30 ذكر. همسكهم في إيدينا دلوقتي وأوريكم الحجم بتاعها. ده الحجم بتاعها يا جماعة، يعني تقريبا نقول قد السمان العادي او السمان اللي بيتباع في مصر لما يكون عمره اسبوع، يكون عمره 10 ايام. هي بالظبط نفس الحجم كده، ما بيكبرش عن كده. وده لما بيتربى، نسيت اقول لكم حاجة، بيطير كويس جدا، يعني لو الباب مفتوح عنده هيطير زي العصفورة، مش هتلاقيه تاني. ده بيتربى يا جماعة مثلا ذكر مع 3 نتر، او في ناس بتفضل تربيه كل جزء لوحده لان ده مينفعش اكتر. يعني انا عندي المساحة دي كلها موجود فيها ذكرين ونتايتين، كان المفروض هما 3 ذكورة، مكنتش اعرف، كانوا لسه صغيرين فواحد قتلوه لان السمان ده يعني شرس جدا جدا، ما ينفعش يكون عندك قطيع وتجيب عليه دكر تاني. لو جبت عليه دكر تاني مجرد نص ساعة هيقطعوه ياكلوه، مش مجرد عض. دول بياكلوا لحم السمان التاني، الدكورة بيقطعوها وبياكلوها. ده اغلب النوع ده بيكون بيفرخ لوحده، بتجهز له مكان صغير كده زي مخبأ، بيدخل جواه وتبيد النتاية وبتفرخ. بس لما يكون عندك هتفرخ منه، الافضل يكون كل جوز لوحده علشان النتاية التانية او الذكر التانية هيقتل الكتاكيت الصغيرة. ده اغلى من السمان الكبير هنا، يعني ده النتاية بتعمل 20 يورو والذكر بيعمل 5 يورو. وعموما هنا الرجالة مهدور حقها كتير قوي، يعني ده بيبلغ سن التزاوج بتاعه على عمر 3 شهور. بس دي كل المعلومات اللي اعرفها عن السمانه دي، بصراحه انا بحبها جدا ومش مكلفه في اي حاجه، يعني لا ليها اكل مخصوص ولا اي شيء، بتاكل بواقي العصافير بس. سمانه جميله، ان شاء الله يكون في مصر منها كمان. اشوفكم ان شاء الله مع الفيديو الجديد، هنصور حاجه اسمها شكرلين بابجاي، ده عامل زي الفشر بس هو مش فشر. إن شاء الله هحاول أصوركم النهاردة كمان.